دخلت عليكم والله شنو باين لكم دابا في هاد بوفم معوجان اللي كيحرض دوك المرتزقه ديالو اللي عايشين وسط منا باش ينفذوا عمليات ارهابيه. واش هذا دابا ماشي ديكلاري بيه واحد ارهابي؟ واش ما ديكلاريش بيه في الامم المتحده بانه ارهابي؟ واش بحال هاد النوع هذا وعاد مازال مخليين لينا دوك الارهابيين تيدورو حدانا؟ اسمعوا الكلام ديال الحمار شنو تيقول. اهداف مدنيه احترموها حتى في حربنا الماضيه احترموه. ندخل المدينه اللي ما هو عسكري ما نضيعوا له والو، ما نرفدوه معانا، ما نقتلوه، ما نهدوه، ما نقول لهم روحوا لروسكم. الان الحرب بدات والحرب ستستمر وستشمل يوم ورا يوم، الا ان شاء الله تشمل مناطق ما كانت شاملتها، فيها مدننا المحتله، فم شعبنا، فم الاف الشبان الصحراويين مستعدين كلهم مشحونين بالوطنيه وبالاستعداد للقتال وبالاستعداد للحرب بكل الاساليب المتاحه في متناولهم. اذا بالتاكيد يخلق فيها الجدا، يخلق فيها عمليات عسكريه، يخلق فيها عمليات نوعيه.